تحيات معالي وزير الداخليه المحترم اليك ان شاء الله، وسيد المدير العام لواء نشأة مقبل. حتى الوصولات دفعها الرجل، قال اني اتحمل الوصولات كلها مال بنتنا المريضه واطفالها. يا اهلا وسهلا بنتنا العزيزه، الحمد لله على السلامه. تفضلي يا ابويا تفضلي. سلامتك ابويا، اخذت الجرعات ان شاء الله؟ شلون صحتك؟ زينه؟ تمام. هذه البطائق الوطنيه مالتك ومال الاطفال طبعا، ايضا بطاقه السكن كملت، وانت شفتي الاجراءات طارق تحرك بالمنطقه وتعاوننا كملنا الاجراءات. تحيات معالي وزير الداخليه المحترم اليك، وسيد المدير العام لواء نشأة مقبل. حتى الوصولات دفعها الرجل، قال اني اتحمل الوصولات كلها مال بنتنا المريضه واطفالها، كلها ضمن الحالات الانسانيه المجانيه، عدا هذه الرسومات مال الوصولات دفعها السيد المدير العام للامانه. ابلغش تحياته. الله يستر عليك. واحنا حاضرين وممنونين. الله يوفقك. ايش تحتاجين؟ ايش تحتاجين؟ احنا اخوتك هنا. هلا بيك يا مرحبا. شوف البطايق دققيهن. الله يستر عليكم. أربعة، مو أربع بطاقات، وهاي بطاقة السكن، هذه الوصولات احتفظي بيهن عندك. الله يوفقك. طبعا تحيات أيضا مستشار دولة رئيس الوزراء سيد قاسم الظالمي محترم، وعقيد عزيز ناصر ما قصر طبعا، الله يوفقه، وهو اللي راح يستصحبك للمستشفى لأن هو حاليا بالواجب راد يحضر وياك. الله يفتح ابو ان شاء الله. راح يحضر وياك بالمستشفى، وهي كل الامور ان شاء الله يكملون امور العمليه ان شاء الله، باعتبار انت اخذت الجرعه الاخيره ان شاء الله، والشفاء العاجل ان شاء الله بحق محمد وال محمد. ابوابنا مفتوحه، سيد المدير العام يقول شنو اللي تريديه حاضرين اليك، وهذول ابنائنا الايتام ان شاء الله هم اولادنا وهذا واجبنا. الله والديك. ألف هلا بيك. أهلا وسهلا بيك. يا مرحبا.